وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. يمكن مشكله الام والتهاب المفاصل والعظام والعضلات من المشاكل اللي دايما صاحبها بيحتاج ان هو ياخد علاج لفتره طويله علشان يبدا يتحسن. في حلقه النهارده هكلمكم عن كوبايه ممتازه جدا من شويه من الاعشاب اللي بتفيد وبتاثر بشكل مباشر على مشكله التهاب المفاصل والعظام والعضلات. يعني الكوبايه اللي هنتكلم عنها النهارده اولا هتساعدك انها تقلل بشكل كبير من الالم اللي بتعاني منه، وكمان هتعالج بشكل كبير عدد من الاعراض اللي بتعاني منها. خليكم معايا لانها هتكون حلقه مهمه جدا. قبل ما نعمل المشروب او الكوبايه مع بعض، خلينا نقول اشهر المكونات اللي هنستخدمها النهارده. النهارده هنستخدم 3 اعشاب. اول حاجه وهو الجنزبيل او الزنجبيل. الجنزبيل من اقوى الاعشاب اللي بتحتوي على خصائص مضاده للالتهابات. دراسه اتعملت على مرضى مصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وجدوا انهم لما بداوا يتناولوا مسحوق الجنزبيل لعده اسابيع فده قلل الالم بشكل كبير جدا عندهم، وده بسبب ان الجنزبيل بيحتوي على ماده فعالة قوية اسمها الجينجيرول. المادة دي بتساعد على تسكين الألم بفعالية قوية مهما كان شدة الألم ومهما كنت بتعاني منه لفترة طويلة، وبالتالي التأثير بتاعه بيضاهي معظم مسكنات الألم المشهورة. ده غير ان هو بيساعد على خفض مستويات اليوريك في الدم، وبالتالي بيقلل فرص الإصابة بالنقرس. وعلشان كده هو مش بس بيساعدك في علاج الأعراض، ده هو كمان بيمنع تدمير العظام اللي بيحصل بسبب مشاكل الالتهابات القوية. اما تاني مكون وهو الشاي الاخضر. الشاي الاخضر غني بمركبات البوليفينول، بيساعد على تقليل الالتهابات وكمان بيبطئ من تلف الغضاريف. ده غير ان ليه خصائص مهدئه ومسكنه لالم المفاصل علشان هو بيحتوي على مضادات اكسده ومضادات التهاب. مستخلصات الشاي الاخضر بتؤثر على التهاب المفاصل، وافضل حاجه في الشاي الاخضر ان هو من الاعشاب الامنه. اما المكون الثالث وهو الكركم. الكركم بيتكون من ماده رئيسيه اسمها الكركمين. الماده دي ليها خصائص مضادة للالتهاب ومن أقوى المواد اللي كانت بتستخدم في الطب الهندي القديم، وده بيساعد في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي وحالات التهاب المفاصل التانية. المكونات بسيطة وسهلة جدا. أول حاجة هنحتاج كوباية من المية، وهنحتاج ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من الجنزبيل، وباكت من الشاي الأخضر. طيب إزاي هنخلط المكونات دي مع بعض؟ طبعا أهي كوباية المية، وهحط عليها ملعقة من الجنزبيل، وبعدين هضيف ملعقة من الكركم. بعدين هاخد المكونات دي وأغليها كلها على النار لمدة كده 10 دقايق أو ربع ساعة. بعد ما المكونات غلت هبدأ أحط بقى الباكت بتاعت الشاي الأخضر. بعد ما حطينا المكونات دي كلها مع بعض هغطي الكوباية لمدة ساعة أو ساعة ونص، وبعدين تقدر تشربها عادي. لو عايز تضيف نص ملعقة من عسل النحل علشان تحلي الطعم شوية مفيش أي مشكلة. بعد ما غطيتهم فترة كده بقى عندي المشروب ده، هنصفيه ونبدأ نشربه كل يوم، وهتحس بفرق رهيب جدا في مشكلة الألم بتاعة المفاصل اللي بتواجهها. برضو هقولك على مسكن ممتاز جدا تقدر تدهنه على المفاصل، وهو انك هتجيب شوية كركم مع شوية جنزبيل وشوية زيت كركم وتقلبهم كويس جدا، هيبقوا عملوا زي كده العجينة. هتقدر تدهنها على الاماكن اللي فيها الم، وهتلاقي انه فرق كبير جدا وان الالم اتحسن بشكل كبير. خليني اقول لكم تحذير قبل ما انهي الحلقة، انك لو كنت بتستخدم الورفارين او اللي هي ادوية مسيلات الدم، يبقى مع الاسف المشروب ده مش هينفع تستخدمه، لانه ممكن يتداخل مع الادوية اللي انت بتستخدمها. وطبعا بالنسبة للحامل او اللي بترضع مش هينفع نستخدم المشروب ده برضو. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة، وقدرت اقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، واهم حاجة شاركوا الفيديو مع غيركم علشان اكبر عدد منه يستفاد. واشوفكم على كل خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.